السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في ان انا اتعلم البايثون. خلينا نسأله كده، هل ممكن تعلمنا بايثون؟ بدأ يشرح اللغة والبوابات بتاعتها وازاي ان انا ابدا اسطبه، واداني الروابط اهيت، واستخدم بيت الاي دي اي، احتاج اعطني امثله على تعلم البايثون للمبتدئين. بص، برنت مرحبا بالعالم اللي هي هلو ورلد. في قانون كده، لو انت جيت تتعلم لغه برمجه وما كتبتش هلو ورلد ممكن يقبض عليك. جمع اهوت. اريد امثله اخرى، يعني انت ما فهمتش المثال ده فتقول للمدرس بتاعك انا ما فهمتش المثال ده، اديني مثال اخر. فتفضل وراه وراه لحد ما تتعلم لغة البرمجة أو تتقنها. في كود مثلا كتبته أنت غلط، هو صلحهولك. أي كود من دول مثلا، أي كود مثلا أهو، ما الخطأ في هذا الكود؟ وخلينا مثلا أقول له برنتس ونشوفه هيصلحها ازاي. قال لك المفروض برنت مش برنتس. طيب هل ممكن تساعدني في تعلم لغة الآلة؟ ممكن اقول له ستوب جنريشن وابعت له الوصال ده، تقوم منتظر خلص ده عشان يدخل في اللي بعده. قالك اعلمك لغة الماشين ليرنينج. قارن بينه وبين لغة البايثون لان هو محتفظ لسه بالشات اللي بينه وبينه. تمام. من الحاجات الجديدة برضو هنا في شات جي بي تي ان انت ممكن تاخد لينك وتشير ده مع الاصدقاء بحيث ان هم يشوفوا الشات اللي بينك وبين شات جي بي تي. بيقول لك لازم تكون عندك معلومات هندسية وعندك معرفة بالاكواد والحاجات دي كلها. طب هو وقف؟ لا، قول له كونتينيو، يروح مكمل لك الكلام. اعطيني امثله. انت كده تتعلم اي حاجه انت عايزها من خلال شات جي بي تي، معاك مدرس وبتساله وهو يجاوب. لا انا عايز امثله بالبايثون، لا انا عايز امثله بلغه كذا. فكده احنا بنقدر نتعلم كل حاجة من خلال الشات جي بي تي. بقى عندك مدرس اسمه شات جي بي تي.